اللفظية موجودة عند الجميع، لدى الإخوة بحماس ولدى الإخوة بفتح، والجميع يتحدث عن أن من يستفيد من الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي. ولكن نحن نعتقد بأن هناك لا زالت الإرادة السياسية لم تتوفر بالشكل الكامل والنهائي للدخول بمسار جديد يختلف عن المسار القديم الذي عانينا منه على مدار 15 عاما حتى الآن. نحن نأمل لكي لا نكون متشائمين، نحن نأمل بالفترة القادمة أن يتغير هذا التوجه وأن نسير معا باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، وأن تشكل اللجنة العربية الذي جرى الحديث عنها بالقمة، وأن يكون هناك توفر لنية وإرادة.